أستاذة معلش أستاذ عبد الباسط، أنا مش عارفة أعمل شير سكرين. لا، الله يكرمك ويبارك فيك، انا حاطك كو هوست، بامكانك تشارك الشاشه الان. أوكي تمام. طيب سريعا كده، حد من هما أول مرة يحضروا عنده فكرة عن إيه هي التجارة الإلكترونية؟ ممكن أتكلم؟ تفضل. التجارة الإلكترونية هو شكل من أشكال التجارة الحديثة، لأنه بحكم تجربة سابقة فهو بدل عن التجارة التقليدية التي تعتمد على وجود محل أو كيان موجود على الأرض للوصول للعميل وبيع المنتجات، يستعاض عنها بالوسائل الإلكترونية الحديثة أمثال الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي واتيفر، مواقع شوبيفاي وما إلى ذلك. تمام، هي بالظبط، أنا بدل ما بيبقى عندي محل في الحياة الطبيعية على أرض الواقع بيبقى عندي محل فيرتشوال. بيفرق إيه المتجر الإلكتروني عن المحل الطبيعي الحقيقي اللي على أرض الواقع؟ بيفرق إن هو بس بيبقى الإيجار، ما بيبقاش فيه إيجار، بيبقى فيه التكلفة أقل طبعا لحد كبير. بيفرق ان انا اقدر اوصل للعملاء بسهولة، بيبقى عندي داتابيز العملاء اللي بيدخلوا عندي. هي دي. طيب بالنسبة المتدربين لأول مرة يدخلوا النهاردة، في متطلبات أساسية لازم عشان نقدر نكمل الدبلوم مع بعض. في أول حاجة إن في عدد حضور للمحاضرات، لازم تحققي عدد حضور النسبة 60% من المحاضرات عشان تقدري تاخدي الشهادة. تاني حاجة، عشان تقدري تاخدي الشهادة لازم تفتحي المتجر وتتمي 5 بيعات من المتجر، عشان هي المحاضرة عملي، المحاضرات عملي، يعني احنا لازم يبقى عندنا لابتوب او تابلت نقدر نشتغل من خلاله ونطبق الحاجات اللي بنقول عليها. فده مهم جدا ولازم نتابع اول باول. ما ينفعش ان احنا نكوم الشغل على بعض عشان مش هنقدر نواصل. تمام. طيب سريعا كده هنستعرض ازاي ان احنا نقدر نفتح متجر، ونتكلم تاني ايه هي الحاجات المهمة اللي لازم تكون متوفرة معانا. الأساتذة اللي احنا كنا اللي حضروا معايا المحاضرة اللي فاتت، انا طلبت من حضراتكم شوية حاجات، هل احنا حضرناها عملناها ولا لا؟ هل احنا فكرنا في ازاي، في اسم المتجر، فكرنا ايه الممكن؟ تمام في عندي، معليش إذا تسمحي لي دكتورة أو أستاذة، في اسم، ما أدري هل أنتم اقترحتوا اسم ولا أنه عادي نعمل كرييت لنيو نيم، عادي ما عندنا مشكلة. كل واحد يعمل كرييت for his brand his store عادي، مفيش مشكلة. أوكي خلاص. بس طيب سريعا برضو عشان اللي أول مرة يدخلوا معي،
دلوقتي انا لما باجي اختار اسم المتجر بتاعي لازم يكون متوفر فيه ان هو بيدل على المنتج، يكون سهل الكتابة، سهل التذكر، ما استخدمش حروف تقدر حروف فيها لبس في الكتابة. يعني مثلا زي مثلا كلمة رؤى، أنا لو هاجي أكتبها بالإنجلش، مرة أنا بكتب على الشات، مرة ممكن أكتبها كده، ممكن أكتبها كده، انتوا مش سامعين الصوت. الصوت عندي اعلى حاجة، فهل هو واضح لكم كده ولا في مشكلة برضو؟ لا واضح واضح يا استاذ. تمام خلاص. فاول خطوة كل واحد من حضراتكم هيكتب هنا على الشات اسم المتجر بتاعه، ونبدأ نفكر في الأسماء مع بعض. ليه متمسكة إن أنا إن إحنا نبدأ باسم المتجر؟ لأن الاسم هو، وإنتي بتنشئي المتجر بيطلب منك اسم المتجر، لازم بيطلبه منك، فلازم تدخليه عشان تكملي إجراءات فتح المتجر. عربي وإنجليزي. حلو، جود العطر، برافو برافو. ده متجر ايه؟ جوي. حلو جوي، بس جوي بقى لما هنيجي نكتبه بالعربي الجيم هتبقى، ناخد بالنا ان هي المفروض عشان يتنطق جوي تبقى جيم تحتيها 3 نقط. برافو، اوكي اوكي زينب ستور. زينب ستور بيبيع ايه؟ لا، هو انت لازم تخليه تكتبه انجليزي وعربي. هي ماي، الاسم فيه صعوبة شوية. إيف. الزاكل ده بيبيع ايه؟ ايوه لا يعني، بس لو انجلش، لو انجلش لازم اول first letter يبقى capital. هو اسم ايف مناسب بس متكرر كتير، يعني موجود كتير. ارد على ايه استاذ ياسين؟ مناسب ايه الـ ايه الـ ايه المنتج؟ أدوية. لا أستاذة زينب، أنت عندك المنتج ولا هتاخدي من عندنا؟ مناسب. أوكي لا، جوي حلو وسهل ولطيف.
اوكي حلو، عجبني التحديد، يعني انا هسمي اسم المتجر استاذة سماح او منيس. تمام. طيب كم حد من الموجودين هنا لسه ما عملش الاسم، ما اختارش الاسم؟ اوكي. طيب احنا دلوقتي هنبدأ دلوقتي اول خطوة في ان احنا نفتح المتجر بتاعنا ونحط الاسم بتاعه ونبدأ نمشي الخطوات بتاعه. اول حاجة بنزل تحت خالص وبقول open store. بكتب ال first name وال second name، بكتب الايميل. هنا بقى بكتب shop URL، دي اللي هي اسم المتجر اللي بعد كده لما اكتب لما افتح المتجر بتاعي هيطلع اسم المتجر. فهنا هكتب اسم المتجر في shop URL، احط الباسورد وهكونفيرم الباسورد، وهنا بقرأ الشروط والأحكام وبوافق عليها وهقول create account. هنا لو الاسم مش موجود هيقولي congratulations shop name is available. سهلة النقطة دي. أول وهقوله create account، سهلة واضحة بالنسبة لنا ايه المفروض نعمله. دي أول خطوة في إننا نقدر نفتح متجر على المنصة. تمام. تاني هدخل على الويب سايت اللي هو janagate.net، ده الويب سايت، بدخل جوه الشات، هنزل تحت خالص وهقول open store. لما هختار open store هكتب ال first name ال second name أو ال last name، هحط الايميل بتاعي، هكتب اسم المتجر اللي أنا اخترته وهكتب الباسورد، وهاجي هنا هوافق على الشروط والأحكام وهقول create account. هقول create account، أنا already have account، فهلوج in وهقول sign in. خلاص. أول ما بفتح الداشبورد بتاعتي بيبقى عندي هنا الطلبات، عندي هنا المنتجات، عندي هنا أسماء العملاء بتوعي. النقطة بقى المهمة جدا 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 اللي هي بدخل على settings البروفايل. زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت إن أهم حاجة لازم تبقى موجودة عندي اللي هو رقم تليفون اتصال، هنا الشوب تايتل اسم المتجر بتاعي، ولازم بعمل لوجو للمتجر وبانر. وبعد كده النقطة بقى المهمة جدا الوصف المتجر. طيب مين يقدر يقولي ايه أهمية وصف المتجر؟ لو سمحتي، وبالنسبة لوصف المتجر، إذا تسمحوا لي أقول، يعني تفضل. وصف المتجر ممكن يكون له عاملين. العامل الأول هو علشان يعرف العميل إيش هو تخصص المتجر، هو رايح على وين، وإيش ممكن نبذة تعريفية. الجانب الآخر هو جانب تسويقي، لما تكون العبارات
الوصف حقة المتجر تكون جذابة ومعروفة، يعني جذابة ومحفزة للعميل للشراء. صح، بس في نقاط تانية. السلام عليكم. عليكم السلام. هو أهم حاجة طبعا بيكسب الخبرة، إنه هو بقاله كام سنة المتجر، من خبرته قد إيه، أو إيه الخبرات اللي موجودة فيه، أو إيه الأصناف الموجودة فيه، وهو النبذة بتاعته عن طريقة التسويق بتاعته، أو إيه الموجود فيه، وفي خبراء ولا لأ، طب طريقة التصنيع، الاعتماد، الحاجات دي كلها بتتكتب في الوصف عشان نخش المتجر يبقى أنا واثقة أنا أشتري منه. يعني في اعتمادات معينة بتبقى موجودة في طريقة اللي بتسوق بقى لها كام سنه مثلا، او الحاجات المنتجات بقى لها كام سنه بتتباع، الخبره بتاعتها، الحاجات دي كلها بنكتبها عشان تجيب تقنع الزبون ان هو يخش له. تمام، ايه تاني؟ اول حاجه الخبره، الاعتماد، اللي هي مين المسؤول عنه، او اللي عنده دور، او حاجه طبيه بنكتب الدكتور فلان المسؤول، لو مصنع فلاني مشهور بنكتب مصنع فلاني اتعملت فيه البادل الفلانيه، كل ما يبقى وصف دقيق بيخلي الانسان يخش يشتري وهو مطمن. يعني لو في تجارب بتتكتب، الله اعلم ما بتتكتبش في الوصف اظن، بتتكتب بعيد عن الوصف، بس لو في تجارب بتتكتب، او راي الناس في المتجر نفسه بيتكتب، الله اعلم يعني اظن كده. طيب إيه، طيب خلينا نبقى نتفق على حاجة. إيه أهمية إن أنا أكتب وصف المتجر؟ طيب سؤال بس، وصف اتفضل. المتجر ممكن إنه يساعدنا حتى في التعرف، محركات البحث على اسم صحيح، المتجر، فهمت الفكرة؟ محركات البحث اللي هو السي او SEO. لم اه اس اي او اي اوكي، طيب اهم حاجة بوصف المتجر ان لازم العميل لما يجي يدخل على المتجر لازم يبقى فاهم هو رايح فين. دي اول حاجة. تاني حاجة ان لما اجي اكتب اخلق عنده الرغبة للدخول وللشراء. دي اول حاجة. لما اجي اكتب وصف المتجر لازم يكون في 3 حاجات اساسية لازم تكون موجودة في وصف المتجر. اول حاجة ان هي ايجاد مشكلة، مثلا بالنسبة للي بيبيع المنتجات بالنسبة اللي بيبيع منتجات ديكور مثلا، مشكلة منتجات الديكور ايه؟ ممكن السعر، دي أول حاجة. تاني حاجة إن ممكن أنا يكون الصوت واضح؟ سامعيني؟ تمام. أول حاجة، تمام، أول حاجة إن أنا لما أجي حصل الكونكشن قطع عندي. أول حاجة إن أنا لما أجي أكتب وصف المتجر لازم في الوصف بتاعي يكون إن أوجد له مشكلة. تاني حاجة ازاي اجيب له حل المشكلة في نفس الوصف.
تالت حاجة إن أنا ألعب على المشاعر الإنسانية، اللي هي مثلا إزاي أرغبه في الشراء، أرغبه في إن هو أنت لما تيجي تدخل تشتري من عندنا المشكلة أيوة أنا قافلة الشير لأني بشرح الأول. أنا زي ما قلت لحضراتكم الموضوع عملي شوية وجديد عليكم، فأنا بشرح الأول بالبلدي كده بالنقاش، وبعدين بديكوا الباوربوينت وبديكوا كل حاجة انتوا محتاجينها، والدعم الفني بيبقى موجود. بس معلش أنا طريقتي في الشرح بتختلف شوية، أنا مش بشرح، طريقتي في الشرح ما بتعتمدش على إن أديكوا المعلومة، الكلام موجود في أي حتة هتقدروا تجيبه، بس الشرح مش دايما هتلاقوه. يعني أنا لما باجي أشرح بشرح بعتمد على النقاش، دي طريقة الشرح بتاعي. فأول حاجة الوصف، المنتج، وصف المتجر، إن أنا لازم أكتب في وصف المتجر أكتب إجابة على ثلاث أسئلة: إيجاد مشكلة، حل المشكلة، الترغيب في الشراء. طيب مثلا حد يقول لي كده مثلا من حضراتكم إيجاد المشكلة بالنسبة مثلا منتجات الكوزمتكس بالنسبة للعطور، إيه هي ممكن تبقى المشكلة؟ ثبات الرائحة، يبقى دي أول مشكلة. فأنا هاجي تمام حلو ضعف الجودة، إن أنا أشتري برفيوم بمبلغ وقدره وفي الآخر أبص ألاقي كلام مش موجود ولا كأني عملت أي حاجة. تمام، إيه تاني؟ ضعف الجودة. طيب فحصت كتير وعطر مميز لم تستطع الحصول عليه. حلو تمام، حلو أوي. طيب تمام صح جدا. مدة الصلاحية، عدم التطابق المطلوب بالموجود، دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. أول حاجة بتلعب فيها بتلعب عليها الصور، عشان كده لما نيجي نحط الصور بتاعة المنتجات، اللي عنده المنتج اللي هياخد المنتجات من عندنا دي ما فيهاش مشكلة، لكن اللي عنده المنتج لازم يصور صور احترافية تظهر المنتج بشكل واضح جدا، دي نقطة مهمة قوي لحضراتكم. خلاص طيب دلوقتي احنا المفروض هنبدأ نكتب في الجزء ده. الشاشة واضحة لكم؟ ظهر عندكم الشاشة؟ هنا هنبدأ نكتب مثلا
الوصف بتاع المتجر. وفي نقطة مهمة، إن لازم الوصف يكون بالعربي وبالإنجليزي، يعني هكتبه بالإنجليزي وهكتبه بالعربي. واضح؟ يعني مثلا اللي هكتبه بالإنجليزي هكتبه بالعربي، هكتبه بالعربي للترجمة مع الترجمة. تمام؟ طيب في نقطة بقى مهمة جدا، أنا مش عارفة أكتب الوصف، هعمل إيه؟ هدخل على بعض الويب سايتس اللي هتساعدني في كتابة الوصف. إزاي أعمل كده؟ في ويب سايت اسمه في ويب سايت اسمه logicbull.com. الويب سايت ده انا لما ادخل عليه هيساعدني اني اقدر، لو انا ما عنديش القدرة على كتابة وصف المتجر، الويب سايت ده هيساعدني اني اقدر أكتب الوصف. إزاي؟ هاجي هنا free meta description generator، أختار كده، هدخل على الويب سايت وهختار التايتل مثلا وهكتب مثلا اكتب عطور متجر، عطور واختار التون اوف ساوند اللي انا محتاجاه، هل هو عادي صحاب مع بعض ولا اقناعي ولا نقدي ولا فورمال. هو احنا عايزين ان هو يبقى نقدي اقناعي، وهكتب مثلا عطور. طلع لي الجملة. طيب أنا دلوقتي لو ده هيبدأ يساعدني في أول خطوة، إني مش عارفة أكتب أو ما تعودتش إني أكتب أو مش عارفة إزاي أمشي في موضوع الكتابة لوصف المتجر، لأن أنا لما أجي أكتب وصف المتجر لازم وصف المتجر يبقى متوافق مع محركات البحث. فالويب سايت ده هيساعدني ويرشدني، ان اول حاجة ان هو يديني العبارات المتوافقة الى حد ما مع محركات البحث. تمام؟ وكل لما انا اجي اكتب الكلمة هو هيساعدني ان انا احط ايه اللي يديني الوصف المميز المطلوب. خلينا متفقين ان انا لما اجي اكتب الوصف بتاع المتجر اللي هو ما يبقاش جمل طويلة قوي، يعني 4 5 كلمات، مش اكتر من كده. اكتب باراجراف بس عبارة عن جمل، 4 5 كلمات، باراجراف عبارة عن جمل مقسمة مش متصلة. واضح النقطة دي؟
تمام، نعيد تاني، أي نقطة بالظبط اللي محتاج لها إعادة؟ أستاذ محبت، ممكن تحذف في المتجر عادي، لا مش ممكن تعمل ابديت، بس انت ما حطيتش منتجات يعني. استاذ محمد، اعاده لايه بالظبط؟ طيب حضرتك ايه المتجر بتاعك، وخلينا نعملها مع حضرتك عملي دلوقتي. قولي ايه المتجر بتاعك؟ تجميل. طيب ايه اهم مشاكل بتواجه التجميل، منتجات التجميل؟ طريقة الوصف، الالوان، طريقة الوصف. طيب انا بتكلم، رد عليا يا استاذ محمد دلوقتي، ايه اكتر مشاكل بتواجه منتجات التجميل؟ أكبر مشكلة إن أنا ممكن اللون ما يبقاش مطابق للبشرة، الإرجاع. تاني حاجة إن ممكن تبقى الصورة المقاس كبير وهي في الحقيقة صغيرة جدا. الجودة، دي نقاط مهمة جدا. حضرتك كده اكتب لي كام جملة، كلمة، كام كلمة بتوصف المتجر، كلمات متفرقة يعني، مش لازم تبقى كاتب، اكتب لي كام كلمة أستاذ محمد، اكتب حضرتك كام كلمة بتوصف متجرك. طيب يا جماعة، الموضوع يعني احنا الموضوع بنشتغل في المحاضرة، المحاضرة مش أنا جاية أشرح وأنتوا تسمعوا، لا اللي هو ده اللي أنا بقوله دلوقتي. دي أول حاجة، دي أنتوا أول مرة تتعرضوا، مثلا في كتير منكم أول مرة يتعرضوا إنهم يكتبوا وصف، فلازم عشان يبقى الوصف صح ومطابق لازم أنتوا تعملوا وأنا أصحح في المحاضرة. أنتوا فاهمين الموضوع مختلف شوية، الموضوع مش ان انا هدخل واديكوا سلايدز والكلام ده، هديكوا السلايدز وهديكوا الكلام ده كله، بس بعد كده في دلوقتي يعني لازم الحاجات دي نعملها. الوصف بيبقى مكتوب، بس انتي لازم تكتبي وصف المنتج مكتوب. لا منكم كلكم، انا بقول لاستاذ محمد، لان طيب أفضل مواد تجميل من ناحية إيه؟ أنا قلت أنا قلت إن هو مش لازم بنحط مشكلة وبنجاوب وبنحل المشكلة وبندي ترغيب للعميل في شراء المنتج من عندنا. لازم أقول مشكلة وأحلها وأرغبه. أيوة طبعا، دي كتيرة جدا، وفي مواقع وفي متاجر عالمية كمان ساعات يحط لك الصورة حاجة والمنتج حاجة تانية، أو يحط المنتج هيجي معاه كذا. تمام. طيب المطلوب من كل حد هنا في المحاضرة يبدأ يكتب الوصف ونمشي مع بعض الخطوات. اتفضلوا.
فده صيغة سؤال. تمام، بلاش صيغة سؤال. طيب، عطور عربية أصيلة 100%، إيه الإثبات إن هي أصيلة 100%؟ هنبدأ نذكر بقى المكونات: العود، المسك، إن هو مسك عربي، الحاجات زي كده. طيب، كلمة مثلا زي تعاني من تقصف الشعر لدينا الحاج، دي كلمة دارجة جدا. طيب أعمل إيه في مشكلة زي دي؟ أجي هروح كده داخلة هنا على موقع اسمه، دلوقتي الجملة اللي حضرتك كتبتها الشاشة ظاهرة لكم، ايه اللي ظاهر لكم دلوقتي؟ أدخل على ويب سايت اسمه paraphrasing.com. الويب سايت ده هيساعدني في إني أقدر أعمل صياغة للكلمات الدارجة المتداولة كتير. ده الموقع. عشان في مشكلة في الإنترنت في اللودينج، فبس بتاخد وقت شوية. اتفضلي يا أستاذة مروة، اتفضلي. رفع ايدك استاذ مروان. حلو، يا صالة في التصنيع. لا، مش كفاءة في الجودة، كفاءة خبر، مش كفاءة في الجودة، يعني كلمة مش وقع على الأذن، مش حلو. أيوة، المفروض بتدي خصم، بتعوضي العميل كمان. المشكلة والحل وترغيب العميل في الشراء. لا، جميلة المنظر، يعني ممكن نقول
منتجات إضاءة، أشكال مميزة، أداء مختلف. تمام. لا بس الوصف ده بيبقى باراجراف، يعني قطعة، مش يعني دلوقتي بقى عايزة من حضراتكم مش مناسبة. إيه لا، لأن للأسف هو طبعا العميل مش عايز يدفع كتير، بس مش اكتر حاجة بترغبه ان هو يبقى عدم الدفع العروض، لان في كونسبت كده عند الناس ان العروض دي بيبقى البضاعة مضروبة دايما. ركز كده، تبص تلاقي الكواليتي في اي عرض مش قد كده لطيفة. ففي نقطة اللي بيخلي العميل يجي لك تاني، طبعا طبعا السعر ده شيء أساسي، وتاني حاجة غير السعر الجودة. الجودة يا جماعة، في حاجة ايه كتير قوي مغلوطة. ما هو أنا بقول لحضرتك اكتبوا وإحنا بنصلح مع بعض، بنصلح مع بعض. أعتذر، الكونكشن اتقطع. طيب دلوقتي المطلوب من حضراتكم نعمل كده اكسرسايز بسيط، إن إحنا نبدأ نعمل نكتب عبارة، يعني باراجراف، فقرة فيها وصف المتجر، جمل قصيرة يعني 10 سطور. عشر سطور، وهبعت لحضراتكم، يعني يا ريت نبدأ نشتغل عليها دلوقتي. وده الإيميل اللي تبعتوا عليه.
سمعتوني حضراتكم؟ الصوت واضح لكم ولا مش سامعيني؟ تمام، خلاص. طيب، هنعيد كده بسرعة اللي اتقال تاني. دلوقتي أنا أهم نقطة عندي إن أنا أكتب وصف المتجر. وصف المتجر إيه الحاجة اللي بتميزه؟ أول حاجة إن أنا لازم يبقى فيه إجابة على 3 أسئلة ومش بصيغة سؤال. أول حاجة إن أنا بقول بقدم المشكلة وبجاوب بقدم المشكلة وبحل المشكلة وبعمل ترغيب للعميل في الاستمرار والشراء. مطلوب من حضراتكم، أنا عايزة بس حد واحد من حضراتكم يكتب لي وصف ونصلحه مع بعض دلوقتي. دي أول نقطة. معلش أنا بعيد كتير في النقطة دي لسبب، لأن دي أهم نقطة، لأن إحنا لو عرفنا نكتب وصف المتجر بشكل صحيح هنعرف نكتب وصف المنتجات لو المنتج من عندنا. ولازم حتى لو انتوا واخدين المنتجات من عندنا يفضل ان انتوا تغيروا في وصف المنتج، يعني الحاجات الأساسية تبقى زي ما هي. طيب انا ستجدها لدينا، لا ستجدها في متجر كذا. لازم أكرر كلمة متجر، اسم المتجر كتير. كلمة اسم المتجر لازم يتكرر كتير عشان يبقى يحصل له أرشفة مع محركات البحث. دي نقطة مهمة هناخدها بالتفصيل فيما بعد، بس إحنا كده بنبدأ في الأول بس بشكل مبسط نمشي مع بعض الخطوات دي. طيب حضرتك دلوقتي الوصف يعني مثلا ممكن يبقى 10 سطور 8 سطور في الحتة في الحدود دي. في بيبقى فراغ، يعني جمل مش متصل، بيبقى جمل 5 6 جمل مش أكتر، 5 6 كلمات. واضح؟ لا، ولما أقول أسعار رمزية ممكن تدي إيحاء جودة سيئة. في الـ لازم أذكر مع الأجبان والألبان إن هي مثلا إن هي جاية من لبن حيواني، لبن بقري، لبن كده المصدر، عشان أحط الثقة وأعمل مصداقية. بلاش التفخيم بمواد فاخرة جدا ودايما جدا وقوي والحاجات دي، لا. التفخيم الزيادة بيفقد الثقة. حلو، النتائج المبهرة والجودة العالية، جودة عالية ونتائج مبهرة لمواد تجميل ستجدها في متجر لين. أوكي، ممكن نكتبها بشكل تاني، منتجات ميك اب طبيعية جودة عالية في
في متجر في ستور ميك اب زينب، يعني منتجات طبيعية ذات جودة عالية، منتجات تجميل بلاش ميك اب كده. ايوه انت بتكتب على كل نوع، بس هو بس هو لسه ما دخلش. هو ليه وايه فايده وصف المتجر؟ فايده وصف المتجر ده ان هو لما بيعمل بحث انت المتجر بتاعك يظهر له، فهو ما دخلش عندك عشان يشوف مكتوب على المنتج ولا لا، هو لسه ما دخلش. أوكي تمام. طيب المفروض دلوقتي احنا متجر السيسر المنزلية أصيلة وقبضة على الإنترنت مشهور للعميل بكل فخر وشهود استخدام منتجات لا مش ضروري. يعني هي ممكن تتكتب على وصف المنتج يعني، بس هي مش لازم تتكتب في الوصف يعني. مش لازم تبقى مكتوبة في الوصف. أي تعديل على أي واحد؟ ليش ممكن تبعته تاني؟ لا مفيش تعديل كويس. واتجر الطيبة لو طيبة بطيبة. حلو حلو يا أستاذ أحمد. تمام. طيب دلوقتي احنا اخدنا بالنا لما بنيجي ندخل استاذ عبد الباسط، انا مش عارفة اعمل شير سكرين.
تماما دكتور، الله يبارك فيك، تم وضعك في الإشراف. ان احنا لو اخذنا بالنا لما بندخل على الويب سايت على المتجر، هنا بيظهر عندنا ايه؟ تويتر اي دي، فيسبوك اي دي، انستجرام، يوتيوب، الحاجات دي كلها. فلازم ناخد بالنا في حاجة، وصف المتجر اللي احنا هنكتبه هنستخدمه لما نيجي ناخد ازاي نفتح الاكونت دي. فلازم نفكر في وصف المتجر ونكتبه باحترافية، دقة عالية جدا جدا جدا. دي نقطة مهمة قوي لازم نتمرن عليها ونخلصها. يعني المفروض المحاضرة اللي جاية اللي هي يوم الحد إن تكونوا كتبتوا الباراجراف المفروض يتكتب بجمل صغيرة. يعني مثلا سي مثلا هكتب متجر تمام. دي اول جملة هاجي اروح وابدا في الجملة اللي بعدها. فهمنا المفروض ان هو هنكتب كده مثلا اسعار تمام هكتب كده واروح عاملة كوما وابدأ اكتب. فهمنا المفروض ان الجزء ده يكون يعني ايه 10 8 سطور بس، جمل صغيرة وبينها كوما. اتفضل اتفضل أستاذ عبد الرحمن. مستر كريم، الله يعطيك العافية. طبعا نحن هي اللي بدنا نكتبه هو كلياته مثل ما بدك تقولي دعاية للمتجر، وطبعا كل صنف اللي راح يكون بقلب المتجر راح يكون فيه الوصف تاني، ولا بيكون وصف شامل؟ لا، ده دلوقتي احنا هنا بنكتب وصف المتجر. وصف المتجر ده ملوش علاقة بوصف المنتج، وصف المنتج ده قصة تانية. تمام، الله يجزيك الخير هانسي، وصلت الفكرة. يعني هو دلوقتي هون، يعني هون بده يكون وصف شامل لك، يعني لكل المنتجات اللي راح تكون بقلب ايوه المتجر اللي انا بدي اختص فيه، او اللي المواد اللي بدها تكون فيه. بالظبط يعني بجوز يعني مثلا يكون الوصف متعدد الاهداف. بالظبط. بس في الآخر هدفه 3 حاجات: أحل المشكلة، أخلق المشكلة وأحلها، وأجذب العميل ليا. تمام. تمام. معلش نجرب تاني نكتب، لأن الموضوع ده يعني هياخد منكم وقت كتير لحد ما تظبطوه.
فهمنا الفكرة بتبقى عاملة ازاي. طبعا الوصف ده هنستخدمه في لما نيجي نفتح السوشيال ميديا بيجز دي كلها. تمام. طيب احنا ممكن بس نكتب مثلا يعني عايزة 12 كلمة بيوصفوا المتجر، عشان بس يعني سطر ونص كده بيوصفوا المتجر بس مش متصلين. زي ما انا كتبت كده بينها كوماز 4 5 كلمات، بينها كوما 4 5 كلمات بينها كوما. تمام. مين هيبعت لي أول كلام؟ أو لغاية إن بدي أحكي. مش مشكلة، إحنا بنتمرن. أنا بس حضرتك من الحاجات اللي ممكن توقف المتجر الوصف لو الوصف مش مكتوب صح. إحنا دلوقتي في المحاضرة بنتمرن إزاي نقدر نكتبه، عشان حضراتكم المفروض لحد المحاضرة الجاية وتقدروا تكتبوا الوصف وبتدوني الوصف عشان نعتمد المتاجر. خلاص يعني احنا قدامنا 10 دقايق نقدر نكتب الوصف، وهندخل على الجزء الثاني اللي هو سياسة الاستبدال والاسترجاع. يعني لحد 8:15 حضراتكم تقدروا نفكر في الوصف مع بعض. قدامكم يعني حوالي 7 دقايق. حلو ده. بتخليها ألوان مش لون من الطبيعة، ألوان عشان اختلاف الأشكال. يعني كتابة رائعة من الخيال، لون من الطبيعة، اكتبيها ألوان من الطبيعة. تمام. مين تاني؟ في حد تاني؟
لا حضرتك احنا بس بنتعود، يعني انا بمرنكو طبعا لسه هتاخدوا وقتكم، بس نحاول عشان نعرف الصح من الغلط، لان الموضوع مش سهل وهياخد وقت منكم كويس. عشان كده انا بس مديالكو وقت محدد عشان ننتقل لنقطة تانية، لان نقطة كتابة وصف المتجر دي نقطة مهمة جدا وهنرجع لها تاني. يعني لما كل واحد ازاي نحط نستبدل الكلمات بكلمات متوافقة مع محركات البحث. تمام؟ طيب دي أول نقطة. احنا دلوقتي مصمم أنماط كروشيه حول شبوع أنماط الكروشيه من الابتكار شخصية حديثة مكررة يمكن أحصل على أنماط المكاني الخاص بي. كويس، حلو أوي. هو أنت حضرتك الزار الزاس الزاسر متجر الزاسر ده، أنت عندك توصيل ولا عندك منتج ولا هتاخد من عندنا؟ تمام. بأسعار مروعة يعني، صعب كلمة مروعة يعني احنا بالنسبة لثقافتنا المروعة دي حاجة بتخوف. تمام، ايه الاقتراح استاذ خالد؟ اه كويس، حلو. كويس، أنا قلت لحضرتك كويس. طيب دلوقتي مثلا ازاي أنا أقدر أحط في الوصف الكلمات اللي محركات البحث بتبحث عنها؟ خلينا نشوف كده. دلوقتي مثلا كلمة متجر، لما أجي أكتب كلمة متجر ممكن أحطها إزاي في الوصف عشان يبقى متوافق مع محركات البحث؟ أول حاجة خلينا نشوف، هنا بختار في جوجل البحث عن المتجر بيبقى ازاي. اول حاجة هختار ان هو اللغة، العربية، اختار الدولة مثلا، مين التارجت اودينس بتاعنا،
تارجت اودينس في السعودي اريبيا، في السعودية، فهكتب السعودية وهيجي اكتب متجر، واعمل بحث فكلمة متجر بس هنا بتظهر لي قد كذا. طيب لما اجي اجرب كده واروح كاتبة متجر، الغرض ايه؟ ان انا احط الكلمة اللي بتظهر مع البحث. فهنا مثلا اكتب متجر عطور، هنا دي الكلمات اللي الناس يعني، اكتب مثلا متجر للتذوق ومتجر للبيع عطور، متجر بس ما اخدش مثلا متجر عطور للبيع، يعني احط في الوصف بتاعي الكلمات اللي بتدور الناس بتدور عليها. نفس الشيء هاجي مثلا لو كتبت متجر عطور، اشوف متجر عطور ايه الترندي، الترند بتاعه النهارده. على فكره هو الوصف المفروض ان انا بغيره كل اسبوعين ثلاثه. شايفين دي الاسماء، الحاجات اللي الناس بتدور عليها. فانا مثلا مش هكتب مثلا افضل عطور، ادخل على الويب سايت او جوجل ترند وابدا اختار الكلمات اللي هي اكتر حاجه الناس بتدور عليها وابدا احطها ادمجها مع الوصف بتاعي. بتحط كلمة بالترند بس لازم تدور مع لازم تدور على اللي تبع مجالك. يعني مثلا متجر ديكور، هيطلع لي ايه في الترند؟ مفيش. طب في السيرش طيب طلع ايه بقى؟ بيطلع اكتر حاجة على جوجل متجر ديكور، متجر ديكور مكتوبة كده، متجر ديكور المنزل، متجر ديكور دور، اسم متجر ديكور، متجر ديكور خشب. شايفين؟ فأنا بشوف ايه اكتر حاجة الناس دور عليها هنا وابدأ ادمجها مع الوصف بتاع المتجر بتاعي. واضح؟ سهلة؟ طيب دلوقتي احنا هناخد جزء تاني من فتح المتجر. اهم حاجة سياسة الشحن. طبعا اللي ما عندوش المنتج بتاعه هيكتب سياسة شحن من السياسة بتاعتنا اللي على المتجر بتاعنا اللي على الشبكات. طيب واحدة مثلا زي أستاذة
الأستاذة اللي عندها منتجات كروشيه. هي دلوقتي لما هتيجي تكتب سياسة الشحن، هي مش هتقدر تكتب سياسة الشحن الموجودة على الويب سايت. ليه؟ لأن هي الشحن بتاعها هي كاستمايز برودكت، يعني برودكت حسب الطلب، فمش هتقدر تعمله بشكل عام. فهي هتكتب سياسة الشحن الخاصة بمنتجها هي، بعدد الأيام اللي المفروض عشان تخلص المنتج بياخده الكلام ده كله. فهنا في شقين، الأستاذ اللي عنده منتجات ألبان، منتجات الألبان بتتطلب سياسة خاصة في الشحن وعدد أيام خاصة، فهو هيكتبها حسب متطلبات المنتج بتاعه. فهنا كل واحد اللي عنده المنتج الخاص بيه هيكتب سياسة الشحن وسياسة الإرجاع حسب ما تكون متطابقة مع المنتج بتاعه. هي مش هينفع تبقى عامة لكل المنتجات. أستاذ ياسين، حضرتك المنتج بتاعك ولا من عندنا؟ لو من عندنا يبقى هتكتب سياسة الشحن على الموقع بتاعك. الشحن وسياسة الاسترجاع والشحن تبع الموقع بتاع جانا جيت. لكن اللي عنده منتج بيتطلب طبيعة خاصة بشحن، زي المنتجات الكاستمايزد، المنتجات المعمولة باليد، منتجات بتتصمم حسب الطلب، دي بيبقى لها سياسة خاصة في الشحن لأن هي بتتطلب عدد أيام معين. ولازم يا أستاذة خولة تكتبي كده في متجرك. اتفضلي. السلام عليكم أستاذة، عليكم السلام. كيفك؟ يا رب تكوني بخير إن شاء الله. الحمد لله، الله الحمد يخليك. لله أستاذة. بخصوص سياسة الشحن، ونحن الصناعة اليدوية غالبا القطعة تختلف من قطعة للثانية، يعني بجوز القطعة اللي الزبونة بتختارها تكون صغيرة بتخلص بيوم، وبجوز بتخلص بأسبوع. ففينا نكتب سياسة الشحن إنه مدة توصيل مدة توصيل البضاعة على حسب الاتفاق المعمول مع الزبون، لأنه القطعة تختلف مدة صناعتها من واحدة للأخرى. بالظبط بالظبط بالظبط. هو الغرض ايه حضرتك؟ ان انت لما تيجي تكتبي ان العميل ما يبقاش مش واصل له مشان حاجة. ما ياخذ راحته، يعني انه يقول، مشان ما يقول انه نحن حكينا انه مدة كذا وبعدين طلعت كذا، صحيح، ومشان مرات ما يكون مفكر انه هي قطعة صغيرة ليش بتاخذ الوقت كتير كبير. فالأحسن انه يكون على حسب الاتفاق مع الزبون لما صحيح يتواصل معانا. صحيح صحيح صحيح. يسلم أستاذ. أستاذة كمان في سؤال إذا ممكن، طيب هسه بخصوص التوصيل. أنت قلتي لنا أن شركة الشهر شركة الشحن بتكون من عندكم، صح؟ أنتوا بتتكفلوا بكل إشي. بس بدي أسأل، الواحد مشان يحط سعر محدد للبضاعة تبعه فلازم يحسب حسبته. يعني لا، جنجيت رح تاخد سعر 15% من سعر القطعة، فسعر التوصيل داخل مع 15% ولا لا؟ مشان أنا أعرف أعمل حسبتي على كل قطعة. لا لا. بصي حضرتك دلوقتي، انت مثلا سي ان هتبيعي القطعة ب 100 ريال، تمام، ماشي؟ ماشي، انت في ال 100 ريال دي حاطة عاملة حسابك نسبة ال 15%. الشحن ده مش هيبقى انكلودد مع ال 100 ريال. ليه؟ لان انت شحن دولي مش داخل الرياض، مش داخل المملكة، طيب انت فاهمة؟
صراحة مش فاهمة كتير يعني لما ما طيب يكون داخل فيها كيف يعني رح يصير؟ يعني دلوقتي مثلا انتي في الأردن صح؟ داخل الرياض بتبقى محسوبة مع 15%، خارج الرياض خارج المملكة بشكل عام بيبقى لها أسعار تانية في الشحن على حسب الوزن ومساحة حسب المنتج والبلد. يعني بالظبط. فكل فهي شركة الشحن لما بنيجي بنقول لها المكان كذا فبتقول التكلفة كذا، يعني هتتراوح ما بين 30 ل 40 ريال. معناته أستاذة إنه لها نحن قبل ما نقلها المفروض إنه شركة الشحن بتعطينا قائمة بالأسعار ايوه، ما الدول دلوقتي سعر الكيلو، ده يعني قبل دلوقتي الواحد ما يحط السعر للقطعة بيحسب كل إشي. لا لا، انت دلوقتي هتحطي سعر القطعة، يعني اللي انت هتحطيه على يعني سي مثلا انك عاملة قطعة كوفية سكورس، تمام السكورس دي انت حاطة سعرها 100 ريال، 100 ريال من غير الشحن، لان في الحالة دي اللي هيتحمل الشحن والمستهلك صح؟ المستهلك مش انت ولا احنا، فاهمة؟ تمام فهمتك أستاذ. وبعدين انتي المنتج بتاعك خفيف مش وزن، يعني هو مش مستحيل ياخذ هيتعدى نص يعني كيلو. مرات ما بيتعدى نص كيلو، بس الكنزات لأنه التصاميم بتعتمد كثير على الكنزات النسائية وهيك، فبتكون ما حتى كيلو تقريبا، مش كيلو هتعطي كيلو اكتر من كده يعني، يعني قصدي منتج ملوش ثقل، يعني مش قطعة نحاس قطعة كذا، فاهمة؟ صح. خفيفة يعني. شكرا لك أستاذة. العفو. طيب في أي أسئلة؟ اتفضل، في حد تاني رفع إيده؟ طيب احنا دلوقتي فهمنا ايه المطلوب، هنعمل المطلوب من حضراتكم دلوقتي، هنحضر الوصف بتاع المنتج وهنكتب باراجراف للمنتج للمتجر اللي احنا هنبيعه، وصف المنتجات لسه على حسب كل واحد ما يقرر ايه المنتج بتاعه، دي حاجة. تاني حاجة، كل واحد عنده منتج هيقرر ايه المنتج، هيكتب سياسة الشحن حسب المنتج بتاعه. النقاط دي مهمة جدا ان احنا نكون بدأنا نشتغل عليها، واضح؟ دلوقتي اي حد عنده سؤال يتفضل. احنا المنتجات بتاعتنا منتجات ديكور، ما بن لان هي المنتجات كبداية تجارة إلكترونية ومشروع لازم ما يبقاش منتج عليه ارجاع كتير. الملابس بيبقى عليها ارجاعات كتير. فيكو تغيروا اسم الموضوع براحتك. لا، بتبقى مستقل بعيد عن السعر، بعيد عن السعر. الشحن حسب الدولة، لو في المملكة داخل الرياض بيبقى 12 ريال، خارج الرياض 15 ريال، فبتبقى داخلة في السعر، لكن الدولي يعني من بلد لبلد بيختلف حسب الدولة. أيوة، الشحن عندنا دولي. أستاذة سامية، أنت المنتج عندك؟
دي منتج من عندك، هتبيعي منتج من عندك ولا منتج من على المنصة؟ ايه المنتج بتاعك؟ شركة الشحن بتدينا المعلومات، فكل واحد يكتب الدولة. انت عندك منتج هتبيعيه، يعني انت بتصنعي منتج ولا المنتج من على منصة شانك جيت؟ هو الدول اللي حضراتكم كتبتوها في المحاضرة اللي فاتت كانت الأردن، سوريا، تركيا، ايه كمان؟ USA، كان أغلبها سوريا والأردن وتركيا. المنتجات على المنصة، على منصة جانا جيت، أغلب منتجات ديكور وإكسسوارات. الصوت واضح ولا مش واضح؟ تمام. طيب في أسئلة تاني؟ بالنسبة دلوقتي شركة الشحن هتبلغنا من كل الدول اللي حضرتك وقلتوا عليها ايه هي المنتجات، ايه هي الأسعار حسب وزن وحجم المنتج. دي أول نقطة. تاني نقطة، سياسة الشحن، اللي عنده منتج خاص بيه هيكتبها هو من نفسه. كذا شركة، كذا شركة معتمدة، في سمسة، في ناقل، في أجاكس، في شركات كتير. طيب المفروض المحاضرة الجاية إن حضراتكم تكونوا دخلتوا فتحتوا متجر، كتبتوا الوصف بتاع المنتج، كتبتوا وصف المتجر، سياسة الشحن وسياسة الإرجاع اللي موجودة على الموقع. للي عنده منتج خاص بيه هو هيكتبها حسب طبيعة المنتج بتاعه. واضح؟ طيب دلوقتي أي حد لازم برضو نتكلم في نقطة مهمة جدا. لازم إن دلوقتي أنتوا اخترتوا المنتج، اخترتوا اسم المتجر، لازم نبدأ إن أنتوا تعملوا لوجو للمتجر. المطلوب إن أنتوا تبدأوا كده تلعبوا في إزاي تعملوا اللوجو للمتجر. إحنا المحاضرة الجاية هنعمل ايه؟ هنصمم، هناخد ان هنراجع كشف، هنراجع وصف المتجر اللي كتبتوه وان انتوا فتحتوا المتجر، وهناخد ازاي نصمم لوجو ونعمل بانر للمتجر بتاعنا. واضح؟ اللي عنده لوجو اوكي مفيش مشكلة. في انتظار أسئلتكم.
عملتي حساب على المتجر بس ايه؟ من هنا. فضلا من الجميع ان هو يملأ الرابط الحضور والغياب. هنا وصف الشركة، وصف المتجر، وصف الشركة، وصف المتجر، وسياسة العائدات، سياسة الشحن، بتكتبيها عربي وإنجليزي، بتبدأي عربي ومن هنا بتختاري إنجليزي وبتكتبيها عربي وإنجليزي عشان المتجر بتاعك يبان مع محركات البحث العربي ومحركات البحث الإنجليزي. يعني ايه لائحة الحضور والغياب؟ انت المفروض تحضري 60% من المحاضرات عشان تاخدي الشهادة. تمام. أي أسئلة؟ طيب اللي عايز يسأل. أستاذة اتفضلي. الحين أنا دخلت شو اسمه الموقع حق أنا جديد. معلش أيوه الصوت الله مش يسلمك. شو اسمه دخلت الموقع الله يرضى عليكي، وش اسمه طالع لي إنشاء عميل جديد، إنشاء حساب عميل جديد، أدخل يعني زي كذا وأحط السوق مش وبوق. واضح خالص أستاذ الشيخة، السوق مش واضح خالص. والله تقريبا بتتكلم من الميكروفون، ما كانش فيه حضور في المحاضرة الأولى، بيبدأ من تاني محاضرة. تفضلي أستاذة الشيخة. تسمعيني الحين؟ يعني أنت بتتكلمي من سبيكر تقريبا. لأني أنا أتكلم من اللابتوب. طيب حضرتك بتدخلي على المتجر، أيوة. بتدخلي على الويب سايت، الشاشة إنشاء الواضحة. حساب عميل، إنشاء حساب عميل. لا تحت، بتدخلي من تحت. خليني أفتح لك. بتدخلي على المنصة بتاعت جانا جيت وبتنزلي تحت خالص.
تحت خالص هنا وبتقولي إنشاء متقن، شايفة؟ تحت خالص إنشاء متقن. معايا أستاذ شيكا؟ ايوه معاكي. هنا بتقولي إنشاء متقن، بتسجلي اسمك، الاسم الأول والاسم الأخير والبريد الإلكتروني واسم المتجر وكلمة السر، وبتقولي نعم أوافق الشروط والأحكام، وبتنشئي الحساب. واضح؟ واضحة ولا في مشكلة؟ ايش يقصد بالعنوان؟ عنوان الريل يو ار ال اسم للتسوق المتجر، المتجر اسم الصوتي. المتجر، اسم شوب يو ار ال، اسم المتجر. هذا انا احط من عندي ولا كيف؟ يعني كيف اسم اسوي؟ متجرك، اسم متجرك. حاضر. اللي هو وصف الشركة. لو في أي مشكلة وجهتكم يا ريت تتواصلوا مع أستاذ مايكل. مايكل لو سمحت حط لينك الواتساب بتاعك. من هنا وصف الشركة وبتحط وصف الموقع. معلش يا أستاذ مايكل، حط لينك الواتساب، اللينك. مسجلة. في أي سؤال تاني؟ أستاذ عبد الباسط، ممكن رابط الدخول على تسجيل المحاضرات؟ إيه، تماما تماما أستاذة ولاء، الله يبارك فيكي، تم إرساله إلى الشات. عذرا يا أستاذة، بحاول أسجل في رابط الحضور، ما بيقبلش. دي ما بيقدرش. ممكن مش عارف أنت أنا. تحتاج إلى برنامج في بي إن. أنا مسجل على نفس البرنامج ودخلت الإيميل بتاعي وقبل، دلوقتي مش عايز يقبل، معرفش. أقصد أخي، بالنسبة لتسجيل، عندما يتم التسجيل استخدم برنامج في بي إن. أعتقد في مشكلة في تركيا في الفي بي إن، مش عارف. المتابعين الكرام، الله يبارك فيكم، هل تم التسجيل في رابط الحضور في المحاضرة الثانية؟ ايوه سجلنا.
سؤال لو سمحت، وين نلاقي المحاضرة المسجلة؟ سنرسل قائمة تشغيل خاصة بدبلوم تاجر المستقبل، وبإذن الله ستجدون عليها المحاضرات كافة مسجلة. في أي أسئلة؟ تمام. طيب، عرفنا أيه المطلوب مننا المحاضرة الجاية؟ المحاضرة الجاية المفروض إن احنا نكون فتحنا متجر، عرفنا كتبنا الوصف ونفتح الوصف. تمام. مفروض وهنبدأ ازاي ناخد، ازاي نعمل لوجو سريع وبانر للمتجر. بس يستشرح. تمام، برافو عليك. لو في اي مشكلة واجهتنا واحنا بنحاول نفتح متجر او نكتب الوصف، بنتواصل مع أستاذ مايكل. أستاذ مايكل في الرقم الواتس بتاعه دي في المفتاح بتاع البلد اللي اسمه. نعم، معلش بس كده ما سمعتش. يعني تضيف المفتاح الدولي بعد إذنك على رقم الواتس، عشان مش كلنا في مصر، في ناس هنا في السعودية. اوكي، انا ما انا بعت لينك الواتساب. مكتوب 012 على طول، مش مكتوب لا المفتاح لا لا، في الدولي. مسج تاني انا بعتها تاني اهو، ده لينك الواتساب بتاعي. هو مش عايز يقبل عشان انت كاتب 012، مش كاتب، مش عايز يقبل الدخول. تعذر الوصول عنه. 002، حط 002. تمام كده، مش عارف، خلاص انا هضيف، انا هضيف الرقم ب 002، لكن انت المفروض لما تيجي تكتب رابط الواتس وتكتب معاه 002، لان هو مش عارف، هو رافض يقبل ب 012 بس. ايوه. طب يعني المسج اللي انا بعتها فيه لينك كده، حضرتك ممكن تدوس عليه. تعذر العثور شغال على الرقم، شغال شغال، اللينك شغال. بس تعذر العثور على الرقم. حضرتك مش في الشات بتاع الزوم اخر نعم، مسج خالص، في مسج انا بعتها على صوت لينك، حضرتك ممكن تدوس عليها. دوست عليها يظهر لي مقولة تعذر الحصول على رقم الهاتف لعدم وجود رمز الدولة. طيب أنا هضيف أنا رمز الدولة، أتصرف. ماشي، نزل. شكرا. حتى واجهته المفروض أنا جربت شغال. ما أعرفش. تمام، شكرا ليكم، شكرا وأنتظركم إن شاء الله المحاضرة الثانية. شكرا شكرا جزيلا لك أستاذة ولاء على هذا التقديم الرائع. حياكم الله المتابعين الكرام، سعدنا بلقائكم في هذه المحاضرة الثانية من دور التاجر المستقبل. موعدنا معكم بإذن الله يوم الأحد القادم في المحاضرة الثالثة من دور التاجر المستقبل. شكرا لكم، استودعتكم الله. ألف سلامة، شكرا، جزاك الله خير، شكرا.